السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في مدينة سطات عند الحاج رحال جارنا وصديق تاعنا هنايا في مدينة سطات. مبروك العيد ومبروك العواشر لجميع المشاهدين قناة زيت المرجان. أحبابتونا في المكان، أهلا بكم. تنفصلوا الحاجة اللي احنا اليوم غنفصلوا ليه إن شاء الله. ديما حنا في المملكة المغربية، دير المروسة ديال الحاج ولا لا؟ ضروري ضروري من السلام عليكم. هذاك يدير ليه الحاج؟ خليه يصين. خليه يصين جرحين ما والو. ترد في يدي الكتف. نضربو هذا يتهرس في دور حد الملح. هاد الخليصين هذاك غادي نقول باش هادو بغيتي نديرها نديرها حيت الاختيار تاعكم نتوما ماشي هادو الكليوات هادو هادو الفول الفول اللي تحيدنا نوصلوا لهاد الشيء الحبيب نوصلوا ليه وحي الله هذا احنا وصلنا ليه هادي كيفاش ما تدير هذا طريفات هادو على حساب المروزيه ها المروزيه اللي خليت لك هاد العدوم تاهل تاهل تنقر درك المروزيه وزيرة لما كانت فيها الحمرة ما كاين حتى ايوا كل واحد كاين اللي يدير بها رعدة لا انا ما ضربناش الروزية في الفاخر وفيها اللحم ما فيها حتى حاجة ياك زيد الكوتلت ضروري le fils de toi. Le fils de toi. Le
كنا حشيت الزيتونية على حساب الكوتليت من هنا من فوق. باغي تخلي مسايدين مشروقين؟ لا باش ديك القطعة تاع. لا أنا ما عندي مشكل. شوف أنا بغيت تخلي مشروقين كي تقولها في الأول. حساسية خو قال لك تدخل على شي كوري ديال الغلم يكون مزموت ما تشم في ديك الريحة لا تحيد لك حساسية والله ودي الحساسية تدخل الكوري مزموت مزموت ديال الغلم تدخل تبقى تشم في ديك الريحة ما تبقاش دور بيك الحساسية هذاك الشيء راه مجرب أرى يدك البانيو مزيان يا شاد البيبو ولا لا تفرك مع الحاجة الحارسة ديما تنصبقوه تبيعها كله بس قولوا المشاهدين تندبحوا الجاردة عندبحوا لينا الجزيرة تجي جبل الجزيرة دي تحت الأرض تدخل في الأرض تجي جبل مشاهد كوتليت بلا قريب راه بلا ماكينة بلا تا حاجة تنصب الكوتليت بحال الماكينة ما بغاتش الدقيقة ديالها ديك ديك العام فصلتي عليه راه دابا شي 3 سنين ولا انت مفصل عليه ضرب شي 3 سنين ياك انا 3 سنين تبعوا هذوك البوص على دوز رق 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 يا راجل
الرق الرق الحاج. مقدمة لك هذيك مواقفاش قرطة. لحتو مال الدراري امير السلطان هذا سلطان امير الحرش عليكم اميره بنتي اميره كتخصها تقرب مزيان انا وراه تتقرب مزيان بنتي احنا كنوصيو سبعه من سبعه تاع الكبار اصغر اخدي الحاجه هي كبيره جدا في السابع هادو الكروات حيدهم ولا خليهم في الشعر يبقاو في الشعر في الكروات يبقاو بعضهم ويشوفهم بالبا هادي شي يقولين كي ندير لي هاد الرجل ما تحيد هاديك هادي 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 كيف ما قلت لك شحال من حيد الله يحفظك؟ شحال ما فيهش بزاف شحال؟ ها؟ ما فيهش شحال؟ ياك ما مشحنش لا ها؟ لا صافي نخلي بحال؟ اه صافي هذا تنجيل هذاك غادي تفيه تنجيل تحيد لي تحيد من الحد من هنا تحيد لي واش؟ هذا يحاول يكون شرط قابلين لي بحاله هو ما يجيش من وعد خير ايه هروب لكن برسا مشي راش اخرى اه دارو هلا هلا عليك عليك شو شو بحال الماكينة بحال مصوبة الماكينة حيت احنا ما عندنا ماكينة لا والو ترفع الصلوات العام في الزرع قدام هذا كان رجلة كي دنيا تلقى حارب you
صافي هادشي الطلعة تخليها تحضر ولا نقردها ولا شي هاد الطلعة هاد الكتف كيما تدير انت تخلي بحال هكا لا غادي يبقى ارسمي لي حكايا واش من حدا الدراري من حدا الدراري صافي الحاج هادي غادي هبطت في الوسط صافي نفس الحاج واحد الراس الزيتون هذا راه هي ريحه نشوف راس خليت تنصيفط لك مقدار اخرى دير به الراس ما هذيك كيفا اي غادي نشق به واحد شي مشكل واخا نصيفط لك صيفط لي واخا